الحياة مرأة ورجل ما لازم نخليها الجهة معينة، هذا الشيء مو ذكي نهائيا. فلما يعرفون أني من العراق كلش يستغربون، ها أنت صدق عراقية؟ فأني بالبداية كنت أستغرب أنه إيه أنا عراقية، أنه شنو مو كان فضائي. فيقولوا لي انه لا احنا ما متخلين انه النساء عراقيات يعني هيك شكلهم او هيك هواي يعرفون اشياء. في العراق هسه اكو ثوره سينمائيه، يعني اكو كلش هوايه ناس بدها تصنع سينما بداخل العراق وخارج العراق. الجانب الامني ممكن ياثر على حياتنا جدا، والعادات والتقاليد الباليه كلش تاثر علينا، لكن هذا الشيء ما يمنع انه احنا نحاول باستمرار. بالعراق بحاجه لهذا الشيء جدا، لانه هي السينما كل الافلام تتحدث عن قضايا خاصه بالرجل والمراه، فمو من المنطق انه فقط رجال يصنعوها.